ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني، ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان. أدلة صفة النزول هذه ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة وفي الإجماع، منها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، واللي يستدل على نزول الباري جل وعلا بإنا أنزلناه في ليلة القدر. لما سمعت هذا تذكرت قول القائل قبل 25 سنة لما تكلم على حديث العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، كان عمر يعزل بعض عماله. الله أكبر، هذا مسجل بالصوتيات. ما جاء بعزل الجماع إلى عزل إيش؟ إلى عزل الولاة. هذا في الأحكام السلطانية محله، وهذا أحكام النكاح محله، ولكن صاحبنا ما يعرف الفرق بين عزل وعزل. فالنتيجة أن كان هو معزولا عن العلم، ليس من أهله، فهذا يقول لك إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه الآية ليس فيها دليل إلا على مسألتين اثنتين، إن وجدت ثالثا فقابلني. الدليل الأول على أن القرآن منزل فهو دليل على علو الله جل وعلا، إنا أنزلناه لأن ربنا هو الذي يقول هذا. الدليل الثاني على أن القرآن منزل فدلالة على العلو، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ودلالة على ما على أن القرآن منزل غير مخلوق. أما على أن الله جل وعلا ينزل، هذا الذي ينطبق على صاحبه وأصحاب أمثاله قول قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار جاهل بسيط، لكن هذا يظن نفسه أنه عالم وهو جاهل ولا يعلم أنه جاهل. فالجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ هذا صعب جدا أن تعلمه. فإذا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالعلوم معشر الأحبة لا يمكن أن تؤخذ إلا عن أربابها، والأصل في هذا أن سبب الضلال في العلوم كلها، وهي تتفاوت خطورة وقلة في الخطورة، الأصل فيه عدم الأخذ عن أربابها. والدليل فيه فإنني التزمت على نفسي لإخواني وأبنائي وأحبتي في كل حين أن أستدل لهم أنا وإن لم يطلبوني بالدليل. خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن لم تأخذوا عنا تركتم طريق سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا العلم جاءنا منقولا عن الرجال، تلقاه الناس جيلا بعد جيل، فما يمكن أن تكون معلما وأنت لم تتعلم. نعم ممكن تعلم، لكن فرق فيه ربع متعلم وخمس متعلم وسدس متعلم ونصف متعلم. وإلا لما قال القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. الشاة السمينة يسومها كل أحد؟ لا، غالية، اللي معه درهمين ودينارين ما يسومها، إذا جاء من يزيد ما يدخل في المساومة معهم. لكن إذا كان قد التصق جلدها بأضلاعها، وأضلاعها خوت والتصقت ببطنها، فظهرت منها بنات الجوف، فترى الرئة وترى الكلى وترى الكبد وترى المعدة، وذلك لعجفها. فمن ذلك هذه الشاة. فالتدريس عند بعض الناس أصبح كهذه الشاة العجفاء في بعض الأزمنة وفي بعض البلدان وفي بعض الأوطان وعند بعض الناس،
أصبح يسومه كل مفلس. وللأسف والعلم معشر الأحبة لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. الحافظ بن عبد البر 30 سنة وهو مع التمهيد، فطلع التمهيد قرة أعين أهل الإسلام والسنة. سمير فؤادي مثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي. من يصبر 30 سنة؟ واليوم نحن أعمارنا 30 سنة يقول فلان ما له تأليف ويبغاك تؤلف. هذا جلس كتب وجلس 40 سنة، وهذا جلس 25 سنة، وهذا جلس 30 سنة، وبعد ذلك أخرجه للناس. هذا يدل على ما؟ يدل على أن هؤلاء يعرفون أن التعليم والتأليف إيش؟ مسؤولية، لأن من كتب فقد عرض عقله على قد طبق، وليحينئذ ليتحمل ما يأتيه. فنعم معشر الأخ الكريم السائل أو الأخ أو الأخت أو الأم السائلة أو البنت السائلة من أي كان، نعم لا بد في التحصيل من التأصيل، فإذا لم يكن العلم مؤصلا فلا. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن. هذه الآن الطريقة التي تصل بها إلى العلم، أولا الحفظ، وتحفظ متن جامع للراجح في كل فن، تأخذه على العالم المفيد الناصح. فلا بد من حفظ، ولا بد أن يكون المحفوظ معتبرا معتمدا في الفن، ولا بد أن تأخذه على المفيد وهو الذي يفيدك علما متأصل مشهود له مجاز بأنه معروف بالتدريس استفاض ذلك، أو أجازه أهل العلم فقالوا هذا متمكن. ما هو مثل إجازات اليوم يروح يقرأ عليه حديثين ما يعرف أولها من تاليها ولا يقيم إعرابها يقول أجزته. المجالس هذه معشر الأحبة تفضح، هذه المجالس تفضح وتبين من هو المعلم من المطلسم المتعلم، فحق له أن يعود متعلما. فالتدريس لا بد فيه من التأصيل، والتأصيل ما يكون إلا بتصحيح التحصيل. أن تحفظ اللي الآن يذمون الناس عليه اليوم، يذمون الحفظ الذي بالأمس علماءنا لا يزالون إلى اليوم العلماء يمدحون الحفظ. احفظ فكل حافظ إمام، وفي الفهم فافهم فليس الشك كاليقين. فلا بد من حفظ وفهم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد من الفقه والفهم. فالشاهد أضيف لكم دليلا ثانيا، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كمن؟ كعثمان وابن، أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا هو التحصيل، حفظ وفهم، حفظ وفهم. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فإذا لم يكن فهم ما فيه الحفظ، نعم لكنه ليست هي الرتبة المنتهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ويقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، وفي لفظ فوعاه فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فعندنا فقيه وأفقه وليس بفقيه، هذا لا بد منه. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفقه قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقي من غلط. لو لم يكن التوقي من غلط يأتينا الميزان من صفات الله جل وعلا، ما شاء الله أول مرة نسمع بهذه الصفة من صفات الباري، الميزان من صفات الله. والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. الميزان من صفات الله من أي؟ وهذا إنا أنزلناه في ليلة القدر دليل على نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الأخير. وجاء ربك، هذا المجيء، والمجيء لا يكون إلا بنزول. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا دليل على المجيء وهو النزول.
هذا من القرآن، وأما من السنة فينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما إنا أنزلناه في ليلة القدر، إيش جاب هذا لهذا؟ لكن هكذا نحن في هذا الزمان، أصبح كل باب يغضب له إلا باب التعليم في دين الله جل وعلا لا يغضب له. وإذا قال المتكلم فيه ناصحا قال يحسد، أحسده على ماذا؟ أحسده على الجهل المركب الذي أوتيه؟ أحسده على ماذا؟ أحسده على قلة العلم؟ أحسده على التصدر وهو لم يتصدر؟ أحسده على التذبذب قبل أن يتحصم؟ أنا ودي مئات الآلاف يدرسون أبناء المسلمين، لكن التدريس الصحيح. أما هذا لا يحسد على حالته، هذا يرثى لحالته. فنحن نسأل الله جميعا التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.